هنبدأ ناخد النهاردة إن شاء الله من كتاب كيس فايلز، هو تقريبا 60 حالة، فاحنا نحاول نخلص منه إن شاء الله نقدر عليه في الشهر ده. الكتاب ده طبعا غني عن التعريف يعني، بس اللي ما بصش فيه قبل كده، هو فيه ميزة كويسة جدا إنه بيعرض حالات شبيهة بالحالات العملية اللي احنا بنشوفها، بيسأل عليه أسئلة نظرية طبعا هي بتبقى فوكست، بيشرح الإجابات بعد ما بيقولها، كمان بيجيب أسئلة MCQ كده منوعة 3-4 أسئلة بعد كل شابتر، فهو مناسب للامتحانات النظري والعملي يعني. بيغطي الحاجات الكومون تقريبا زي ما قلنا 60 حالة. ترتيبهم طبعا هنا مش حسب الشابترز، فاحنا برضو هنحاول نمشي زي الكتاب علشان لو حد متابع معانا منه مش هيلاقي فرق كبير بينه وبين اللي احنا بنقوله ان شاء الله يعني. أول حالة كده هي زي ما هنقراها، ميل بيشنت 58 سنة جاي لأنوال تشيك أب، يعني هنا ده يفهمني ان البيشنت مش جاي بكمبلين. Admitting that he has not seen a healthcare provider for several years، هو مش متابع المتابعة الصحية من سنين طويلة، فده بيديني هنت يعني ان انا لو في حاجة هعملها له بقى تقريبا محتاج كل حاجة. He has no significant بسط ميديكال هيستوري، ما بياخدش اي ميديكيشن. بيديني شويه عن الفاميلي هيستوري، بيقول لي هيز فازر دايد ات ايج اوف 74 ييرز بسبب مايكارديال انفاركشن، الام لسه على قيد الحياه سنها 70 سنه وعندها ميتابوليك سندروم. ما بيعرفني يعني الريسك فاكتورز اللي انا هبدا ادور عليها، كومبوننت بتاعته تايب 2 دايابيتس، هايبرتنشن، هايبرليبيديميا، ما عندوش اولاد، مدخن، هاز سموك ذا باك اوف سيجرتس ديلي for 35 years، فهنا دي انا ممكن احسب منها الباك بيرير. هنا هقول 35، وهنا ده معدي الليميت بتاع السكرينينج اللي لسه هنتكلم عليه كمان شويه. طبعا هنا الباك بيرير 35، سواء هو بيدخن علبة سجاير واحده في اليوم لمده 35 سنه، او لو هنقول العكس 35 علبة في اليوم، وده طبعا ده ما بيحصلش، او ما بينهما يعني. هو الكحول درينكر مودريت ويكلي، ما بياخدش اي إليسيت دراج او سبستانس ابيوز، ما بيعملش اكسرسايز ريجولرلي. عملنا اكزامينيشن لقينا البلود بريشر بتاعه 137-88، البلس 86، الهايت طبعا هنا الوحدات الامريكية الانشز والباوندز، وهنلاقي برضو في درجات الحرارة الفارنهايت، فيفضل ان احنا اما نبقى عارفين النورمال بتاعها لو بنجاوب في كتب زي كده اجنبية يعني، او نعمل لها تحويل. هنا بالنسبة لي المهم البي ام اي 30.5، فهنا انا برضو يعني عندي نفس الريسك بتاع الميتابوليك سندروم اللي كان عند الام. الويست سيركمفرنس 44 انشز، طبعا مضربها في 2.5 هيطلع تقريبا اكتر من 102 يعني. محيط الخصر الفيزيكال اكزامينيشن از ان ريماركبل. فهو هنا في الحاله دي طبعا زي ما احنا قلنا هنا البيشنت ما بيشتكيش من حاجه، الحاله هنا بتتكلم عن البريفنتيف سيرفيسز. هو بتنقسم لحاجتين مهمين جدا، السكريننج بانواعه والاميونايزيشن. هو مدار الاسئله هنا كده عليهم، سواء السكريننج الكارديوفاسكولار ديزيز على اعتبار ان هو ده الهاي ريسك في الايج جروب دي، وهذا الفيرست كوز اوف موربيديتي والمورتاليتي، كمان الاذر كرونيك ديزيزز، وهتبقى انكلودنج على فكره الدايابيتس الجزء بتاع الميتابوليك سندروم والكانسر. الشق الثاني هو الاميونايزيشنز، الحاجات اللي هي مطلوبه في السن ده. هو في الكتاب ده ميزته ان هو دايركت كده بيجاوب على الاسئله دي، وكمان بيبدا يشرحها بعد كده، فاحنا برضو هنمر عليها سريعا يعني. الملخص بتاع الحالة زي ما قلنا، ميل بيشنت 58 سنة، مفيش عنده كرونيكال ميديكال بروبلم، مفيش كومبلين في الهيستوري، مفيش مشكلة في الفيزيكال اكزامينيشن، وهو جاي للانوال تشيك اب زي ما قلنا هي حاجة بريفنتف. فسريعا كده عشان نخلص جزء بتاع السكريننج، ايه الحاجات اللي هو عايز يعملها بالنسبة للكارديوفاسكولار ريسك؟ زي ما احنا عارفين البلود بريشر ميجرمنت، وهنفتكر برضو ان احنا هنقيس معاه الفاستنج جلوكوز والهيموجلوبين A1C، كمان الهايت والويت والبادي ماس اندكس زي ما جابوه لي، والابدومينال سيركمفرنس عشان اعمل سكريننج الاوبيزيتي. وزي ما قلنا هو طالع اصلا 30 او اكتر من 30 في البي ام اي،
كمان منساش السكرينينج فور هايبر ليبيديميا. هما هنا بيريكومند على اساس انه سكرينينج ان انا ممكن استعمل النون فاستنج ليبيد ميجرمنت وبعد كده ممكن هبقى اعمله فاستنج زي الاي تي اي ابنورمالتي. بيكمل بقى الكرونيك ديزيز سكرينينج الهيباتيتس سي وزاد بره اكتر كمان بتعمله سكرينينج واحنا مؤخرا عملناه. الريكومنديشن للادلت من 18 لسن 80 سنه او 79 سنه. الديبريشن سكرينينج ده من الحاجات اللي هي خدت ريكومنديشن بيه. والسكرينينج فور سبستانس ابيوز. طيب الكانسر هو ده المهم وده اللي بيجي في ذهننا في الاسئله وهو ده اللي بيأصلن عليه مدار الاسئله في الامتحانات. يعني ما ننساش ان في حاجتين رئيسيين الكولوريكتال كانسر بعملها بواحده من ثلاث طرق يا اما الفيكال اوكلت بلاد او السجمويدوسكوبي او الكولونوسكوبي وكل واحده فيهم لها ديوريشن زي ما قلنا. اذا لقيت ابنورماليتي في واحده ممكن انتقل للاعلى منها. هو عشان مدخن فكمان اللنج كانسر سكرينج من الحاجات اللي هي ريكومنديشن بالنسبه له عن طريق اللو دوز سي تي. البروستيت كانسر عن طريق البي اس سي او البروستاتيك سبيسيفيك انجن مش من الحاجات اللي لها ريكومنديشن زيها زي الاوفيريان كده زي ما نشوف. بس ده وان كان ده اكتر كمان شويه ان انا ممكن اعمله اون انديفيديوال بيزس حسب الريسك فاكتورز او البيشنت بريفرنس. ما هواش حاجه مانداتوري في السن ده. طيب ده بالنسبه للجزء بتاع السكرينينج. الشق الثاني كان بيسال على الاميونايزيشنز بتاع الادلت. طبعا احنا بنفتكر دايما ان انا عندي الثلاثه الرئيسيين التي دي اي بي التيتانوس والدفتيريا والاسيلر برتصاص. طبعا الدفتيريا توكسويد بيبقى اقل شويه من الدي بي تي بتاع الاطفال. وهو هنا الريكومنديشن ان انا باخده اذا ما كانش اخده خالص وهو ادلت باخده كبوستر دوز او لو مر 10 سنين بدون ما ياخد اي نوع من الكومبوننت بتاع الفاكسين ده حتى لو كانت تي دي بس. كمان الانفلونزا فاكسين ما نساهوش انيولي ده للادلت. الزوستر فاكسين احيان برضو تو دوزس الفاصل بينهم من شهرين لست شهور. النيوموكوكال بوليساكرايد فاكسين او حتى النيور ريكومنديشن يعني الكونجيجيت. وكمان عشان اللي باعتبار ان هو ده سموكر يعني الهيباتيتس اي وبي مش مانداتوري في الاميونايزيشن او الفاكسينيشن. بس اذا كان الحاله انديكيتد عنده اي ريسك فاكتور الانتي بودي تيتر بتاع الهيباتيتس بي او ما خدوش قبل كده ممكن ساعتها افكر ان انا ادي الاميونايزيشن. فتاني ملخص ان انا ايه المطلوب لي في الاميونايزيشن التي دي اي بي وكمان الانفلونزا والنيوموكوكل والزوستر مع بيتاخد تو دوزس والهيباتيتس اي والبي حسب الحاله بتاع البيشنت زي ما شفنا في سؤال من اللي نزلناه. والنيوموكوكل بيبقى للهاي ريسك جروبس مش لكل الناس. عشان هنا زي ما قلنا في الكتاب ده ميس ان هو بيشرح كل الحاجات اللي هو بيقولها يعني ما بيكتفيش بس بالاجابات فهو بيديني فكره كمان ان انا عشان الايدج جروب بتاع البيشنت دي من في سن الستينات او حواليها يعني فاحنا نعرف كل ايدج جروب بتحتاج ايه. في الميلز من سن العشرين للاربعة واربعين سنه الفيرست كوز بتاع المورتاليتي هو الانجريز او الاكسيدنت ويسموه الان intentional injuries. نيجي للشريحة الأعلى العمرية الأعلى من 45 ل 54 سنة الكانسر هو اللي بياخد الأبر هاند. فوق السن ال 55 الكارديو فاسكولار والكانسر هما الاثنين تقريبا التوب ليفل بتاع الموربيديتي والمورتاليتي. عشان كده السكرينينج زي ما شفنا كده بيبقى فوكست عليهم. بيبدأ يشرح لي شوية على الهيلث مينتيننس في الادلت او في الميلز تحديدا. بيعرفني السكرينينج تيست واحنا اكيد عرفنا عنه كتير يعني المواصفات بتاع الجود سكرينينج تيست. اهم حاجه بالنسبه لي ان هو يكون افوردبل سهل اقدر اعمله على عدد كبير من الناس بيقدر يديتكت الديزيز في المراحل الاولى ويحبذا طبعا لو كان بيقدر كمان يديتكت الريسك فاكتورز قبل ما يبدا يتحول لديزيز ويكون الديزيز اللي انا بعمله سكرينينج اصلا متاح لتريتمنت بحيث ان انا لو اكتشفته هفيد البيشنت بانه يقدر يروح ياخد التريتمنت.
طبعا الريكومنديشن اللي احنا بنمشي عليها عاده لحد دلوقتي بتاع United States Preventive Services Task Force, وهي بتبقى محدثه ممكن نمر عليها سريعا, بالذات الريكومنديشن جريد A وB اللي هي اصلا بيبقى ريكومندد انها تبقى اوفرد بدون اي مشاكل او عوائق. طبعا الفرق بينهم بس في قوه الايفيدنس, الA طبعا هو الاعلى, البي بيبقى فيه مودريت سيرتينيتي عن الايفيدنس, ده السي بيبقى غالبا ايكوفوكال البينيفيتس زي الهارمز, الدي طبعا بيبقى اقل, الاي بيقول لي دونت اوفر خالص التست ده. هو هنا جايب الجريدز يعني هنبص عليها, بيعرفني شويه عن البريفنتيف ميجرز البرايمري والسكندري والتيرشري, مش هنقف عندها كتير يعني, بس احنا يعني نبقى عارفين ان الديزيز او اي مشكلة انا بعمل لها سكرينينج بتمر كده باللي هو الناتشرال هيستوري, بدءا من البيشنت اصلا ما يبقاش عنده اي حاجة خالص, فانا مجرد بعمل له هيلث بروموشن بديله النصايح ان هو حتى ما يدخلش في الريسك فاكتورز, وبعد كده ان يبدأ يظهر الريسك فاكتورز. فلو عندي سكرينينج تيست كويس في المرحلة دي يبقى كويس جدا قبل الديفلوبمنت اوف ديزيز, لكن معظم السكرينينج تيست اللي هنشوفها هي بتبقى اوريدي بعد ما الديزيز يبقى في اول مراحل ظهوره يعني ايرلي ديتكشن, وهي دي اكتر السكرينينج اللي احنا بنعملها. لو عملت بعد كده تيست لبيشنت بعد ما يديفلوب ديزيز او كومبليكيشن خلاص انا كده دخلت في التيرشري والكوترنري بريفنشن زي ما هو بيضيفها بعد كده. طيب عشان ما نقفش على الحته دي هنبص بس على الجريدنج, زي ما قلنا جريد A وB هما الاثنين ريكومند ان انا بروفايد السيرفيس, وقلنا الفرق بس في السيرتينيتي, الA هاي سيرتينيتي ان البينيفيت السبستانشال او سيجنيفيكانت, الB برضو عندي هاي سيرتينيتي بس الانترفنشن بيبقى مودريت او في مودريت سيرتينيتي انه هي بقى سبستانشال في الحالتين يعني. السي زي ما قلنا equivocal, فانا بكتفي بالسكرينج في الحالة دي اذا كان عندي other risk factors او عندي اي recommendation اضافي بيدعم لي recommendation C, غير كده ما باخدش بيه ما بعملش بيه. ال D لا discourage, ال I بيبقى unclear او uncertainty about ال benefits النهائية بتاعتست فبرضو ما بعملوش. تاني زي ما قلنا قبل كده ال screening test هو هنا مقسمها لي الكارديوفاسكولر, الأزر موربيديتيز والمورتاليتيز والكانسر, على اعتبار ان هم دول زي ما قلنا الهايست كوز اوف موربيديتي ومورتاليتي. ايه الريكومنديشن تاني برضو حسب اليو اس بي اس تي اف, الهايبرتنشن زي ما قلنا, الليبيد سكرينينج ده جريد A ده جريد B, يفضل لو هبدأ بالليبيد سكرينينج زي ما قلنا بعمل النون فاستنج على اساس ان ده سكرينينج تيست فيبقى كونفينينت للبيشنت يعني, بعمل اتش دي ال والال دي ال, ممكن بعد كده لو في اي ابنورماليتي اعمل الفاستنج زي ما قلنا. بيشنت لو هو سموكر زي الحاله بتاعتنا دي ممكن برضو الريكومنديشن بتاعته انه يتعمل وان تايم سكرينينج وزدوبلر التراسونوجرافي عشان الابدومينال اورتيك انيوريزم, وده اخر ريكومنديشن. الايدج جروب هنا بس عشان نبقى عارفين ان اعلى شويه من البيشنت بتاعه, عشان كده انا ما حطناهاش مع الريكومنديشن, من سن ال 65 لل 75 هو ايفر سموك يعني باي نسبه تدخين ايا كانت. لو البيشنت مش سموكر بنلاقي الريكومنديشن نزل للجريد سي, فدي من الحاجات اللي قلنا بتبقى ايكوفوكال, بستنى بقى يكون عندي ريسك فاكتورز او اي سيمتومز بترجح لي ان في ابدومنا اورتيك انوريزم عشان اعمل سكرينج. الحاجات بقى اللي ما بعملهاش هو هنا حاططها في الاخر عشان اعمل مثلا اي سي جي للكوروناري ارتيز ديزيز ده جريد دي ما بعملوش, انسفيشنت ايفيدنس. كمان الحاجات التانية زي سيري اكتيف بروتين او الكورونير ارتري كالسيوم والحاجات اللي هي الاندايركت انديكيتورز دي جريد اي, كمان انا عندي انسرتينيتي فما بعملهاش. ففي الكارديوفاسكولار ريسك فاكتورز ملخص ان انا بعمل الهايبرتنشن سكرينينج, بعمل الليبيد سكرينينج, وفي السن اكتر من 65 سنه لو كان سموكر بعمل الابدومينال اورتيك انيوريزم سكرينينج بالدوبلر.
الكانسر طبعا زي ما قلنا ما نساش اول حاجه على راسهم دايما كولوريكتر كانسر، والريكومنديشن زي ما احنا عارفين بتتغير كل شويه، فاحنا بس اللي يهمنا ان احنا نفتكرها في الايدج جروب دي باي طريقه من الطرق الثلاثه زي ما قلنا من شويه. البروستاتيك كانسر ما فيش عندي على ريكومنديشن جريد سي، فهي بتبقى انديفيدوالايزد في سن بالذات ال 55 لغايه ال 70 سنه. اللنج كانسر في ريكومنديشن او جريد بي ريكومنديشن لو كان البيشنت في الايدج جروب بتاعتنا دي من 55 ل 80 سنه، لو كان السموكينج معدي ال 30 باك برير زي ما قلنا هو كان في الحاله هنا 35، فهو ده يستحق ان انا اعمل له سكريننج بلو دوز سي تي، وده الحاجه الريكومندد بالنسبه للرن كانسر سكريننج. اي حاجه تانية بقى كانسرز ثانيه اللي هنلاقي ريكومنديشن ضعيفه زي التستيكولر كانسر جريد دي او سكين كانسر سكريننج عن طريق الول بودي سكين اكزامينشن ده جريد اي. هيبقى تاني الملخص بتاع السكريننج اللي حطوهم في دماغي، الكولوريكتال كانسر، اللنج كانسر اذا كان البيشنت سموكر اكتر من 30 باك بير يير، والبروستاتيك سبيسيفيك انجن لو بالبيشنت بريفرنس او انا عندي ريسك فاكتورز. طيب اللي هظهر هيلث كونديشنز زي ما قلنا على راسهم الديابيتس تايب 2 دايابيتس ده جريد بي ريكومنديشن عن طريق الفاستنج جلوكوز والهيموجلوبين اي 1 سي، ممكن لو كمان احتاجت اعمل الاورال جلوكوز تولرانس تيست. سكريننج فور اوبيزيتي دي برضو من الحاجات اللي واخده جريد عالي جريد بي عن طريق البي ام اي اكتر من 30 زي الحاله بتاعتنا هنا، بعمل له انتنسيف مالتي كومبوننت بيهيفيرال انترفينشن. هنا يعني ببدا البيشنت لو انا مش هقدر اعمل له انترفينشن ممكن اعمل له كمان ريفيرال عشان الموضوع ده. ديبريشن كمان من الحاجات اللي ليها جريد بي ريكومنديشن، اعمل لها سكريننج في الايدج جروب دي. ما عنديش سكريننج ريلايبل للسي او بي دي جريد دي عن طريق مثلا الروتين سبايرومتري، وبيقول نوت ريكومندد طالما البيشنت اسيمتوماتيك. فهنا الحاله دي برغم ان هو سموكر بس انا ما بعملوش حاجه بخصوص السي او بي دي. كده بالنسبه للسكريننج خلصنا. اشوف بس مين الحاضر معانا. اهلا يا دكاتره، لو في اي تعليق انا بدات قبل ما ارحب بحضراتكم يعني تفضل. طيب نكمل الاميونايزيشن الشق الثاني من السؤال. ما ننساش ان اهم جزء في الاميونايزيشن الحاجات اللي ليها علاقه بالريسبيراتوري زي الانفلونزا والنيموكوكال فاكسين، وكمان التي دي اي بي، وزي ما قلنا الريكومنديشن بتاعه بوستر دوز اذا ما كانش خده في اخر 10 سنين او ما خدوش خالص كادلت. السيزونال انفلونزا فاكسين ريكومندد عن طريق السي دي سي رغم ان الناس كتير يعني ما بتلتزمش بيه. النيوموكوكال كونجوجيت او البولي ساكرايد برضه دي الريكومنديشن بتتغير فاحنا نراجعها دايما من السي دي سي يعني. والكتاب ده الاصدار الخامس سنه 21 فيعتبر ده الاحدث، ومع ذلك في الحاجات دي بنراجعها دايما يعني. برضه هنا عشان البيشنت سموكر فالريكومنديشن للنيوموكوكال فاكسينيشن ريكومندد من سن 19 او 20 سنه لحد سن ال 65 او يعني من 19 ل 64 بياخد البولي ساكرايد. لو البيشنت امينو كومبرومايز بيبقى الافضل في حالته الكونجوجيت فاكسين. زي ما قلنا الهيباتايتس بي فاكسينيشن ريكومندد اكتر للهاي ريسك اكسبوجر طبعا على راسهم الهيلث كير وركرز. الهيباتايتس اي برضو بيزد على الاكسبوجر بالذات لو اكيوبيشنال او حد بيشتغل في الاغذيه. الفاريسيلا او الزوستر فاكسينيشن لو البيشنت ما عنديش ريلايبل هيستوري للديزيز، ان البيشنت كاتش الديزيز او خد قبل كده اميونايزيشن بديله التو دوزز بتاع الفاريسيلا. المينينجوكوكال برضو نفس الحكايه للهاي ريسك جروبس زي ما قلنا الاماكن اللي فيها عدد كبير من الناس زي السكن الجامعي مثلا الميليتري ريكروتس او اي بيشنت عنده كومبلمنت ديفيشنسي تحديدا مش اي امينو كومبرومايزيشن يعني.
او فانكشنال او اناتوميك اسبلينيا، كل البيشنت اللي ما بيقدروش يواجهوا الكابسوليتد اورجانيزمز زي المينينجوكوكال. برضو الهيومن بابيلوما فيروس من الحاجات اللي ممكن تبقى انديكيتد في بعض الحالات. احنا هنا كمان بنتكلم على الميلز لغايه سن ال 45 سنه، هنا البيشنت طبعا بتاعنا كان 58 معدي المرحله دي، فالهيومن بابيلوما فيروس اصلا مش معانا. كمان لو انا عايز اكمل الريكومنديشن بتاعتي بعد ما اتكلمت عن الكانسر سكريننج والاميونايزيشن، ممكن كمان اللايف ستايل بالذات بيشنت سموكر زي كده، من الحاجات اللي واخده جريد A هايست ايفيدنس يعني ان انا اعمل بروموشن للسيسيشن اوف توباكو يوز في كل زياره البيشنت بيزورنا فيها. ممكن برضو الالكحول ابيوز جريد اقل شويه جريد B، ومع ذلك برضو في ريكومندد ان انا اتدخل لو البيشنت الكحول درينكر زي اللي معانا هنا كده. لو هو انا شاكك ان انا عندي illicit substance use ممكن برضو اعمل له screening، وهذا حاليا بيتعمل بشكل روتين علشان التوظيف والحاجات اللي زي كده. البيشنت من سن 15 ل 65 سنه ممكن اعمل له screening لل HIV وده واخد جريد A، بالذات لما يكون هو هاي ريسك، بالذات في حالات هو بيذكرها لي زي ما هنشوف كمان شوية للسيكشوالي ترانسميتد ديزيزيز. ممكن يبقى معاه كمان السيفلس بالذات لما البيشنت الهوموسيكشوال هو قال لي يعني في الحالة دي، مش حاجة كومن بالنسبة لنا فما هيش بيبقاش عليها تركيز كبير. يعني من الحاجات اللي جعلها سؤاله لخبطنا شوية الاكسرسايز، برغم ان احنا عارفين ان الكونتينوس اكسرسايز بيقلل الريسك الكارديو فاسكولار ديزيز والدايابيتس والأوبيزيتي كل الكومبوننت بتاع الميتابوليك سندروم، الريكومنديشن 30 دقيقة من مودريت انتنسيتي اكسرسايز 5 ايام في الاسبوع، كل ده صحيح. بس المعلومة الاضافية ان هو بيقول لي الحاجة الوحيدة اللي الانترفينشن فيها بالذات عن طريق الهيلث ايديوكيشن البنفيت بتاعته انكلير هي الاكسرسايز، فكان جيفي سؤال بيقول لي الموضوع ده فهو كان بيبقى ده الاختيار الصحيح رغم ان الباقيين كلهم مظبوطين بس هو ده بيبقى الاصح. يعني ممكن برضو اتكلم عن الدايت هيلسي دايت، لو البيشنت عنده ديبريشن ممكن نعمل له برضو هيلسي ايديوكيشن او بروموت السويسايدال ايديشن بالذات الحالات اللي انا عندي اصلا فيها سبستنس ابيوز. عشان ما نطولش في الحالة دي احنا هنحل الاسئلة اللي احنا قلناها في الاسئلة الام سي كيو اللي جاية معاها. يعني ميل بيشنت 24 سنة وهنا هوموسيكشوال جاي برضو الهيلث مينتيننس، عايز اوفرول تيستينج او تيستد فور ايفريثينج، زي ما احنا شفنا وهنقول كمان شوية ان احنا ما عندناش حاجة اسمها تيستينج فور ايفريثينج. احنا سواء اوفر السكريننج او الاميونيزيشن حسب الحالة بتاعتنا وحسب الريسك فاكتورز اللي موجوده هل هو مستحق ليها او لا. في حاجات كتير زي ما شفنا ما عليهاش ايفيدنس فما بعملهاش. البي ام اي بتاعه 22، البلد بريشر 125/76، ما فيش برضه سيجنيفيكانت ميديكال هيستوري. ايه الحاجه اللي هيتعمل لها سكريننج في الحاله دي؟ هو هنا جايب لي الاختيارات التستيكولار كانسر، الماريجوانا ابيوز او السبستنس ابيوز عموما، الدايابيتس، هايبر ليبيديميا، الدبريشن. افتكر السن قبل ما نجاوب 24 سنة. او حضراتكم متابعين معنا ايه رأيكم في الاختيارات؟ إن زي ما قلنا ما عندناش حاجة بتعمل لها سكرينيج بخصوص التستيكولار كانسر، فدي اصلا طلعت من الاول. البيشنت ممكن اعمل له سكريننج لليس الدراج يوز لو انا في عندي حاجه في الهيستوري، فبرضه ده طلع معاه. اتفضل يا دكتوره. نعمل سكريننج للديبريشن، دي الحاجه الوحيده اللي تنفعه في السن ده. طب بالنسبه للدايابيتس والهايبر ليبيديميا بعملها ولا ما بعملهاش؟ ما عندهش هنا. هنا البي ام اي كويس، السن بتاعه الشريحة العمرية اقل، فهنا ما فاش فاضل عندي فعلا غير الدبريشن. السؤال اللي بعده، ميل بيشنت 49 سنة سيدنتري
جه عشان his best friend died from myocardial infarction. ده الحافز يعني اللي خلاه يبدأ يعمل check up عند سن 50 سنة. He asks you about advice about exercise and weight loss to prevent cardiovascular disease. هو هنا بيسألني على ال counseling regarding exercise. فهنلاقي هنا الاختيارات زي ما قلنا قبل كده, to be beneficial عشان تبقى مفيدة, exercises must be performed at least 15 minutes every day يعني تقريبا كل يوم 7 أيام في الأسبوع. Walking for exercise has not been shown to improve meaningful clinical outcome, مش مفيدة. Counseling patient has not been shown to increase the number of patient who exercise. لو أنا عملت الكونسلينج ما بيفرقش كتير مع البيشنت في المحصلة النهائية. يعني intense exercise offers no health benefit over mild to moderate amount of exercise. يعني شدة الاكسرسايز ما بتفرقش كتير, هو المهم ان يبقى في اكسرسايز. فايه الاجابه الاصح من دول؟ رقم دي ولا بي؟ هو احنا الريكومنديشن اللي قلناه من شويه 30 دقيقه 5 ايام في الاسبوع بيبقى بينيفيشال. فهنا اول واحده عشان دول 15 دقيقه كل يوم, يعني ده اقل شويه من المطلوب. الووكينج زي ما احنا عارفين المشي من الحاجات اللي ممكن هي اصلا تبقى الاكسرسايز بتاع البيشنت, يمشي نص ساعه فبيحسن الاوتكم. الحته اللي قلنا عليها بقى ان الكونسلنج برغم ده ما بتكلم مع البيشنت عن الاكسرسايز, ودي حاجه غالبا يعني ممكن تتغير فيما بعد بس احنا بنتكلم على اللي موجود حاليا. يعني ما بتفرقش مع البيشنت في الاخر في تحفيزه لانه يعمل اكسرسايز اللي هي رقم سي. رقم دي intense exercise offer no health benefit over mild to moderate amount of exercise. حكايه انها no health benefit دي مش صحيحه, واحنا هنا بنتكلم عن اقل حد من الاكسرسايز 30 دقيقه 5 ايام في الاسبوع. اذا زودها هيزود البنفيت, بس اقل من كده البنفيت بيبقى اقل. واضحه الفكره دي؟ تمام. هنا برضو ميل بيشنت 52 سنة جاي اوت بيشنت كلينيك لانيوال تشيك اب. هو صحته كويسة, مفيش ريماركابل فاميلي هيستوري, مش سموكر, نيفر سموكد سيجاريتس. ايه الحاجة اللي انا هعمل لها سكريننج؟ هل البروستيت ولا اللون كانسر ولا الابدومينال اورتيك انيوريزم ولا الكولوريكتر كانسر ولا السكين كانسر؟ رقم كم؟ كولوريكتال. بالضبط. انا البروستات من البدايه قلنا انها انديفيدوالايزد. السكن كانسر اصلا نوت ريكومندد, ما بقاش فاضل عندي الا الثلاثه دول. اللون كانسر باللودوس سي تي ما بعملهاش الا اذا كان البيشنت سموكر, فبرضه دي طلعت لانه نيفر سموكت. وكذلك الابدومينال اورتيك انيوريزم, وان كان هو اصلا بيتعمل في شريحه عمريه اعلى من كده شويه, هو كمان مش سموكر, فما عادش فاضل عندي الا الكولوريكتال كانسر. طيب ميل بيشنت 62 سنه دايجنوزد بالسي او بي دي, جاي في شهر نوفمبر فور روتين اكزامينيشن, ما خدش اي اميونايزيشن في اخر 10 سنين. ووتش اوف ذا فولوينج اميونايزيشن از ذا موست ابروبريت فور هيم. ياخد التيتانوس والدفتيريا بس, وياخد التي دي اي بي ولا الاسيلر بيرتصص, والنيموكوكال انفلونزا, ولا ناخد النيموكوكال انفلونزا بس, ولا ياخد كلهم واضيف عليه كمان المنينجوكوكال؟ ايه راي حضراتكم؟ هو ما خدش سكريننج, ما خدش اميونايزيشن لاخر 10 سنين, فيبقى تي دي اي بي هياخده وقلني أمك تمام والإنفلونزا ما بالضبط, ما عنديش ريسك للمنينجوكوكال, فيبقى الاختيار الصح بتاعي هو بي. ودي طبعا الإجابات على الأسئلة اللي احنا قلناها, تقريبا ما فيش فيها حاجة تاني. يعني هو بس السؤال بتاع الإكسرسايز ده عشان كان عليه خلاف, يعني هو بس هنقراها الإكسرسايز ده كيزي كبده. تفضل يا دكتور.
هو بس انا السؤال امبارح لما حليته يعني سؤال الفاكسين ده، انا بس كنت عايز اسال لان انا ممكن بس كنت كاتمه الصوت، فممكن تكون حاجه فاتتني في الكلام دلوقتي. اتفضل. الفاكسين النيموكوكال والانفلونزا تمام، لكن الفاكسين اللي هو الدفتيريا والتيتانوس ده ليه؟ او يعني انا مش فاكره بصراحه هو ليه المفروض ياخده، يعني هل عند هو سن معين ولا هو كبوستر دوس كل 10 سنين؟ بوستر دوز كل 10 سنين، يعني هو البيشنت لو ما كانش خده خالص او ما خدوش اخر 10 سنين يبقى واجب ان هو ياخد يعني هو الموضوع ايا كان السن. بالظبط. انا فاكر ان يعني عشان مثلا فوق الـ60 فوق الـ50 او كده، لا لا لكن ايا لا، كان من الادلت اي اول ما يبدأ الادلت بعد 10 سنين من اخر دوز بياخد الجرعة البوستر، او لو هو جالي وعمره ما خد قبل كده برضه بياخد التي دي اي بي. برضه في حاجه كمان اضافيه، بالذات لو هو عنده ريسك من البرتصص، بيشنت عنده ريسبيراتوري بروبلمز وانا اصلا عايز اديله البرتصص، فبديله التي دي اي بي مع بعضين. تمام يا دكتور، شكرا. تمام، فهو دول اللي حطهم في ذهني في الاميونايزيشن، يعني التي دي اي بي، انفلونزا، نيموكوكل. نبدا الحاجات التانيه بقى حسب حاجة البيشنت، سواء الهيباتيتس ايه او بي او المنينجوكوكل. الجزء بتاع الاكسرسايز زي ما قلنا هي بتزود يعني بتزود الانسولين سنسيتيفيتي، بتقلل الكارديوفاسكولار ريسك، بتقلل الميتابوليك سندروم اوفرول، وبالتالي بتقلل المورتاليتي بغض النظر حتى عن الاوبيزيتي. يعني احنا هنا الاكسرسايز منفصل عن تاثيره في انقاص الوزن، هو مجرد الاكسرسايز بذاته بيقلل الكارديوفاسكولار ريسك. بس هي الحته اللي هو بيقولها دايما، البينيفيت اوف كونسلنج بيشنت ريجاردنج اكسرسايز ار انكلير، فممكن فيما بعد مع زياده الدراسات نعرف بالظبط البينيفيت بتاعتها. فعشان كده هو بيقول لي لا زال الكونسلنج او doesn't seem to increase the number of patients who exercise. الاجابه الاولانيه زي ما قلنا كانت 15 دقيقه not necessary، لان احنا زي ما قلنا ممكن 30 دقيقه 5 ايام في الاسبوع، واحيانا في بعض الدراسات على الاقل 3 سيشنز بير ويك ممكن يبقى افكتيف. ووكينج من الحاجات اللي اصلا البيشنت ممكن يستعملها كمود اوف اكسرسايز، بالذات لما قلنا 30 دقيقه في اليوم. زياده شده الاكسرسايز لها greater impact on mortality risk، فاحنا دي من الحاجات اللي بنشجع عليها. بس اذا مش قادرين، اذا كان عندي other comorbidities، بقول للبيشنت على الاقل يعمل walking exercise زي ما قلنا 3 sessions per week، الافضل 30 دقيقة 5 ايام في الاسبوع. دي الريكومنديشن الحالية، وان كان الكونسلنج ما بيفيدش فيها، بالذات لو البيشنت هو uninterested اصلا. يعني طيب احنا كده خلصنا الحالة الاولانية، هنزل ان شاء الله النهارده الثانيه والثالثه، المره الجايه ناخدهم مع بعض. اللي دي عاده مش هقول هي ايه عشان نحلها الاول، هنمر عليها سريعا. لو الطريقه دي كويسه نستمر عليها ان شاء الله، بس احنا هنزود بعد كده عشان الكتاب ده 60 حاله، فاحنا عايزين نخلصه في وقت قليل، فهناخد حالتين او ثلاثه في المره بعد كده باذن الله. يعني لو الدنيا كويسه نكمل كده، لو الموضوع بطيء أنا ممكن يعني نصرح. يا ريت يا دكتور لو حالتين ثلاثة في كل مرة يبقى أفضل طبعا. طيب أنا قلت بس المرة دي عشان ما تبقاش تقيلة نعمل كده بايلوت ونشوف. يعني خلاص إن شاء الله من المرة الجاية اتنين مع بعض. ربنا يكرمك يا دكتورة وكل اللي داخلين بإذن الله. يعني يا رب إن شاء الله. أي سؤال أو تعليق؟ لا يا دكتور شكرا. تمام، متشكرين يا دكتورة، ألف سلامة. That's awesome.